السلام عليكم. نعرض الآن عليكم مشروعنا الذي يتمحور أي أقصد الموضوع موضوع سمارت هاوس، يعني منزل ذكي. ونحن عزاوي وجواد هشام وعبد الجليل قاسم. نبدأ أولا بالبيت، بالدخلة على البيت. يعني عندما ندخل البيت يستلزم لنا توفر على طرف اي دي. انظر، لقد فتح الباب. مهم ما تحل يا خلاص، تو مهم تحل. بعد نروحوا البلوتوث وسط الدار. هذه وسط الدار للقربوزة، نسوي القربوزة. شعلنا الأضواء وسط الدار. سوف نشعل الأضواء. أطفئ الأضواء، يسمعوا بالبلوتوث. تحكم عبر عبد الجليل. أطفئ الضوء. شعلنا ضوء الكوزينة، المطبخ. سكرناه. سوف نشعل الحمام. طبق الحمام. انظروا، ها هو البرنامج اندرويد. الدار ديتكسير دو موفمون. نحن وخطا يمشي. بيع